احنا اليوم في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه، هذا اليوم اللي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، واقرت الامم المتحده لسلط الضوء على واقع الاشخاص ذوي الاعاقه، بنسلط الضوء على واقع الاشخاص ذوي الاعاقه في قطاع غزه على وجه الخصوص، الاشخاص ذوي الاعاقه اللي بيتعرضوا من 424 يوم الى حرب اباده جماعيه، حرب اباده لم يعرف لها التاريخ المثيل، تعرض فيها الاشخاص ذوي الاعاقه لسلسله كبيره من الانتهاكات الجسيمه والجرائم الاسرائيليه، 300 شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه قتلوا بدم بارد بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي، 23,000 شخص من الجرحى اصيبوا باعاقات واصبحوا ينضموا لقوافل الاشخاص ذوي الاعاقه، اضافه لعشرات الجرحى والاشخاص ذوي الاعاقه الذين هم الان معتقلين في سجون قوات الاحتلال الاسرائيلي، اضافه الى الالاف من الاشخاص ذوي الاعاقه النازحين في مخيم ومراكز اللواء الاحتلال. دمر كل ما يشيد الحياه في قطاع غزه، دمر المؤسسات الصحيه الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه مما ضاعف من معاناه الاشخاص ذوي الاعاقه، لهيك هذا اليوم احنا بنسلط الضوء على كل هاي الالام وهي المعاناه، بنطالب العالم اجمع في ان يتحمل مسؤولياته تجاه الاشخاص ذوي الاعاقه، في ان يوقف العالم يجبر الاحتلال على ايقاف الحرب وايقاف هذه الجرائم التي ما زالت تستمر يوميا تجاه الاشخاص ذوي الاعاقه تجاه شعبنا بشكل عام. الاحتلال في جرائمه بحق ابناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام وبحق الاشخاص ذوي الاعاقه يخترق كافه القوانين الدوليه، خاصه قانون بهاي، قانون الحرب، خاصه قانون الاتفاقيه الدوليه الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه، العديد من القوانين الدوليه كفلت حمايه الاشخاص ذوي الاعاقه وقت الحروب، الا ان الاحتلال للاسف يواصل سياسه انتهاك كل القوانين الدوليه ويمعن في اجرامه بحق ابناء شعبنا والاشخاص ذوي الاعاقه على وجه الخصوص.